هاي شباب، ايه الاخبار؟ خلينا نوريك الاورينتيشن بتاعت الاي اس ماث كامبريدج. كود السيلبس بتاعنا هو 9709. ده الكود بتاع الاي اس والاي 2 كامبريدج، يعني او لو حد بياخد الاي ليفل كله. تعالى نتكلم، احنا هنتكلم على الاي اس، هنتكلم على سبيسيفيك بيبرز بتاعه الاي اس. اوكي، طيب عندنا اتنين بيبرز. عندنا بيبر 1 دي بتكون 75 ماركس بتاعت البيور. عندنا بيبر 4 بتكون الميكانيكس و50 ماركس. طيب بيبر 4 الميكانيكس دي ساعة وربع، وقتها تايت جدا، بس محتاجة practicing طول السنة، وده اللي احنا هنتكلم فيه طول ما احنا شغالين throughout الكورس. ازاي to achieve ان انت تعرف تحل ideas صح، تحل صح وتحل بسرعة، ما بديش مرة واحدة. انت بتعلم الاول تحل صح، بعدين بنعلمك ازاي من كتر الحل وكتر البراكتسينج وكتر ما هنغرق في الاسئله اللي احنا هنحلها كتير قوي، واجبات وحاجات، ونشوف ازاي مسماي بتحل ونقلدها ونحل تاني زيها ونصلح ونشوف الميستيكس وكلام من ده، هتعرف ازاي تحل صح وتحل بسرعه. فساعه وربع it looks very tight، وهي فعلا very tight، بس محتاجه practicing، والبراكتسينج ده مش بزرار، البراكتسينج ده بيجي day by day. طيب بالنسبة للبيور، والله الحقيقة كان قبل كده البيور ده كان ساعة وخمسة واربعين دقيقة. كانت الناس وهي بتحط القلم بيتقال pants down. الحقيقة الناس كرمة وزودوا لنا خمس دقايق كده مؤخرا، وبقى الجديد بتاعنا ان البيور 75 مارك في ساعة وخمسين دقيقة. برضو نفس الكلام، احنا الاول بنفهم الدرس ونتعلم ازاي نحل اصلا ونمانج الكويستشن ونفهم اصلا السؤال ده عاوز ايه، لان في ناس عندها مشكله في انه لما بيقروا السؤال، هو انا مذاكر كويس قوي مسمي، بس انا مش عارف انا المفروض احط ايه. دي شغلتي ودي خبرتي، ان انا ازاي اعلمك لما تقرا السؤال دماغك تفكر وتروح في انهي مكان، how to think في الكويستشن. احنا مش بنحفظ ازاي تحل الكويستشن، احنا بنوريك بنفهمك ازاي تحل الكويستشن وتمانج. بعد كده هتحل صح، ولما تحل صح هنعودك من كتر الحل ومن كتر ما تشوف الايدياز بتتكرر، ايدياز بتتكرر مش أسئلة بتتكرر، ساعتها هتحل صح وبسرعة. طيب دول كده التو بيبرز اللي عندنا. طبعا في بعض الناس بس يعني بتبقى شوية رير كيسز، بس موجودة جدا، والكورس ده موجود وأفيلبل عادي جدا. ولو انت عايز الكورس ده برضو أفيلبل، بس you should بس أسك عليه، لأن هو موجود وبيتعمل بيتظبط على زي ما انت عاوز بالظبط، انه يكون البيبر 1 دي معاها البيبر بتاعت الستاتستكس instead of the mechanics. شوية تعديلات كامبريدج عملتها مؤخرا لما لغت الميكانيكس 2 وحطت لنا الميكانيكس 1، فقالوا ممكن الناس تاخد مع الاي 2 الميكانيكس 1 وتسويتش، تخلي الستاتستكس هي اللي مع البيبر 1 البيور 1. اوكي، وساعتها رحلوا وخلوا البيبر دي تبقى اسمها 5. طب بس هي اسمها كانت ستاتستكس، دي كانت اسمها بيبر 6. لا، ما هما لما لغوا الام 2 او الميكانكس 2 اللي كان بيبر 5، فراح سقط واحده كده واخد مكان الميكانكس في الترتيب، فبقى بيبر 5. يبقى انت ايذر 1 و 4 بيور ميكانكس، او 1 و 5 بيور وستاتستكس. بس اللي هياخد ستاتستكس مع الاي اس يبقى ده هياخد مع الاي 2 يا اما ستاتستكس 2 يا اما الميكانكس 1. هاي شيفت، احنا دلوقتي بنتكلم على اكتر حاجه فيمس، اكتر حاجه مشهوره، اكتر حاجه معظم الناس في الاي اس بتعملها، بيبر 1 مع بيبر 4 بيور مع ميكانكس، وبيخلوا ستاتستكس 1 هو اللي بيكون مع البيور اللي هو بيبر 3. طيب تعال نتكلم على السيلبس بتاعنا عامل ازاي. احنا عندنا 9 chapters في البيور، وعندنا 5 chapters في الميكانكس. اوكي، بيور 1 بيبر 1 عندنا في البيور، ترتيب الشابترز اللي أنا همشي عليه هيبقى coordinate geometry. coordinate geometry الحقيقة يعني هو قريب جدا من coordinate geometry بتاع الأوليفل، بس أسلوب الحل مع شوية rules جديدة مختلفة. أوكي، فهتبقى حاسس إن الكلام ده familiar معاك، بس إيه ده أنا ما كنتش بحل بالطريقة دي. هنظبط الدنيا، بس ده يعتبر من أسهل الشابترز اللي عندنا. بعدين عندنا chapter بعد كده اسمه circular measurements. طب بيتكلم عن ايه ده؟ عشان انا بس ايه سمعت عنه بس خدته باسم تاني. ده فيه السكترز والاركس والسيجمنتس، حاجات سمعت عنها في الاول ليفل، بس هتاخدها بتوتالي ديفرنت بريسكريبتيف مختلف، علشان يعني يبقى في حاجه في القياس مختلف. طيب
عندنا chapter 3، ده الترتيب اللي أنا بمشي بيه. طبعا في ناس بتغير الترتيب عادي جدا، كل واحد بيبقى عنده point of view مختلفة بتاعته، ما فيهاش حاجة، ما فيش حد صح وما فيش حد غلط. quadratics dealing with the family of quadratics in general، وكل حاجة very very deep قوي و very detailed عن ال x squared وال quadratic equations and functions and expressions وحاجات كتير قوي. طيب وتاخد حاجة اسمها computing square، أكيد سمعت عنها في الأول level، وشوية حاجات كده انت خدتها قبل كده في الأول level مع شوية تطور أعلى شوية. وبصراحة هنا هتلاقي على طول مسمية لحقتك وعملت لك exam، لأن دايما هيكون في assessment every two chapters. الاتنين دول سهلين قوي أول اتنين، فبصراحة you have to do your best، عشان أنا لو أنا بصراحة كده بالبلدي خيشت في one و two، ده مش good sign ولا indication إن أنا كمل الـ ES بعد كده. أوكي؟ بس إن شاء الله مدام التزمت وهتسمع الكلام في اللي هنقوله كويس قوي، إحنا هنحضرك كويس قوي للassessment ده، ومش هيكون حاجة مختلفة عن اللي احنا بنحله، يعني مش هنشرح لك حاجة ونحل معاك حاجة ونختبرك في حاجة تانية. طيب بصراحة بقى الكوادراتكس ده أول تشابتر أنا بحس إن هو يعني إيه محترم إيه إس. نخش بعد كده على مجموعة الكالكلس، وبيتقال دايما على الديفرنشيشن والإنتجريشن، ده اسمه كورس كالكلس. ديفرنشيشن وإنتجريشن هتلاقيهم مرتبطين ببعض، طبعا هما حاجتين totally different process مختلفة، opposite process لبعضها. الانتجريشن عكس الديفرنشيشن، والعكس حتى بيتقال على الانتجريشن ده ان هو anti differentiation. differentiation سمعت عنه في الاولافل الحقيقة، سواء كنت اولافل ادكسال او اولافل كيمبريدج، whatever الاولافل اللي انت خدته، انت عندك topical differentiation mostly واخد معظمه وهتكمل عليه level شوية advanced. بعد كده ناخد الانتجريشن، حاجة اول مرة تسمعها ما خدتهاش في الاولافل، حاجة مرتبطة جدا بالديفرنشيشن، يعني ما ينفعش أكون واقعة في الديفرنشيشن وفجأة هبقى كويسة في الانتجريشن. طيب وطبعا هيبقى لازم نعمل اكزام يا إما بعد فور، أو هنستنى ناخد الانتجريشن ونعمل التادول مع بعض ونظبط الدنيا. وما تنساش أي امتحان مسمية بتعمله، أول امتحان بيبقى في 1 و 2، تاني امتحان بيبقى من 1 ل 5، وكان الامتحان اللي بعده بيبقى من 1 ل 7، يعني مش بيكون كل مره في التو تشابترز الجداد، بيكون من الاول لساعه ما وقفنا، عشان بس نتاكد ان انت مش ناسي اي حاجه. حلو، نروح بقى على السيريس. مين السيريس دول؟ ثلاث دروس كده مع بعض، فيهم حاجه اسمها الباينوميال اكسبانشن، هاو تو اكسباند ذا براكت بباورز عاليه جدا، وحاجه اسمها الاريثمتك بروجريشن والجيومتريك بروجريشن، يعني السيكونسز. فعندنا حاجه اسمها الباينوميال expansion مش مهم اسمها، وعندنا السيكونسز هتتخض منها، بس هي في الاخر حاجه لذيذه والرولز بتاعتها given في الامتحان. اوكي، كلمه given في الامتحان يعني listed، يعني في حاجه اسمها الفورمولا شيت او الليست اوف فورمولا بتخش في الامتحان معاك فيها الرولز، فمش هي دي القصه. اوكي، اتس اول اباوت هاو تو سولف، ذا تكنيك اوف هاو تو سولف. طيب trigonometry chapter very very important، مكمل معاك بقى في الاي 2، مكمل معاك في further، مكمل معاك في الجامعه. اوكي، طبعا وجهه نظر مختلفه عن الساين والكوزاين رول والحاجات اللي انت خدتها بتاعه الاو ليفل العبيطه دي، لا 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 خالص، ده وجهه نظر تاني مختلفه. هتحس ان هو غريب في الاول، بس الصراحه اول ما يخلص تماما ده هيبقى من الفيفوريت تشابترز عندك، ومش اي حد على فكره بيكون بيعرف يحل فيه كويس، لانه مش اي حد بيفهمه كويس، ودي شغلتي بقى وانت مالكش دعوه بيها خالص. طيب وطبعا هيكون في امتحان هنا في الحته دي، لازم يكون في اسسمنت على طول. اوكي، وده بيبقى اونلاين اكزام انت بتحله وبيتبعت لك وبتحله، بيبقى فيه within hours محدده بتبعته فيه. طبعا كل اكزام بننزلها هيكون معاه instructions، دايما هيكون معاك ايميل ونمره تليفون، هتكون دايما بتبعت وتسال، عمرك ما هتبقى لوحدك، وعمر ما مسميه هتسيبك لوحدك تايه عشان هو اونلاين كورس. انسى لا هسيبك تايه عشان هو اونلاين كورس، ولا مش هعرف اقفشك عشان هو اونلاين كورس. اوعى تفتكر عشان انا قاعده في البيت مش هعرف اوصل لك، انت عارف لازم هجيبك من حته كده من زورك كده. اوكي، طيب 8 و 9 functions، هي الفانكشنز ده chapter بيكمل كتير قوي 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 على الفانكشنز بتاع الاو ليفل. بعدين في chapter اسمه الترانسفورميشن اوف جرافز، هي تشابتر لذيذ شكله يخد، بس هو عامة أهبل وعبيط قوي، ويعني متزود ريسنتلي في المنهج، مكان تشابتر تاني اتلغى من المنهج كان اسمه الفاكتورز. بس ده اتلغى من المنهج. نروح على
بيبر فور بتاعت الميكانيكس، عندنا فورسز اوكي بانواعها وريزلتنت فورس وهاو تو كالكوليت ريزلتنت فورس والايكوليبريم، عندنا الكاينماتكس هنتكلم على الموشن اوف ذا بارتكل والاكسلريشن بتاعه، عندنا كونستانت اكسلريشن وفاريبل اكسلريشن وهنعرف الفرق ما بينهم وازاي نحل بروبلمز عليهم، عندنا نيوتنز لو وبالاخص نيوتنز سكند لو اوكي اف ايكوالز ام اي، وزي نتعرف على الكونكتد بارتكلز زي بارتكلز كونكتد مع بعض ماشيين ونحسب لهم الاف ايكوالز ام اي نيوتنز لو ابلايد، عندنا ورك وانرجي وباور اوكي كاينتيك انرجي وبوتنشال انرجي والباور والحاجات دي كلها، عندنا المومنتوم حاجه ريسنتلي معمولها ادنج على منهج الميكانيكس، اوعى تفتكر انها حاجه هتطول المنهج، دي حاجه عبيطه بتتشرح في حوالي ربع او تلت ساعه، بتحل عليها في تلت او نص ساعه بالكتير، الواجب بتاعها مش هياخد منك ساعه، الدرس خلص في يوم، في يوم شرح وحال انت مش فاهم، ده المومنتوم ده اللي هو الكوليجن. اوكي طيب انا عايز اقولك على معلومه، احتمال تلاقي ان المومنتوم قبل الورك باور وانرجي او ان الورك باور وانرجي قبل المومنتوم، يعني الترتيب من 1 ل 3 مش هيتغير، اما الترتيب بتاع 4 و 5 ده على حسب بقى المود كده هيسويتش مع بعضي حسب الظروف، مش هتفرق معاك لان هما الحقيقه مش مرتبطين ببعض خالص ان هما يضايقوك، بس لازم 1 2 3 ترتيب مش هيتغير وهيفضل 1 2 3. اوكي اهم حاجه في الميكانكس the reading of the question، اكون فاهم الكونسبتس بتاعه الميكانكس اللي عندي، اكون فاهم يعني ايه الحاجه اللي نتكلم عليها، اعرف ازاي ابلاي، ازاي لما يغير حاجه في المساله ما بقاش حافظ، انا مش بحفظ ميكانكس انا بفهم ميكانكس، وازاي اعرف ابلايت في الكويستشن، اهم حاجه the reading ثم الريدنج ثم الريدنج اوف ذا كويستشن، وانس ان انا اي جوت ذا ايديا بعرف امسك القلم وابدا ارسم في الميكانكس، لان الميكانكس يعني رسم، واللي يقولك انا بحل ميكانكس من غير رسم وبحله كله صح ده بيجيب يو في الميكانكس ولا عز بالله، وده مش احنا الحمد لله لان احنا بنسمع الكلام. طيب ايه هي الكورس ماتيريالز؟ اولا هتجيب لنا كراسه جامبو جميله سلك كده حلوه للبيور وزيها واحده تانية للميكانكس، مش هتبقى بخيل بقى وتقسم لي كراسه اتنين بيور وميكانكس، مسمية هي هتخلص وحياتك هتخلص وهتجيب تاني، انا بقول لك اهو انت في اخر السنه هتلاقي نفسك جايب اتنين بيور واتنين ميكانكس. طبعا لازم يكون معانا كالكوليتر علشان اشتغل بيه، ما فيش حد بيشتغل ماث without a calculator، الكالكوليتر ما ينفعش يكون 82 ولا 85 FX الموديل نمبر بتاعه فوق على اليمين او على الشمال، ما ينفعش يبقى الموديل بتاعه يبقى 82 او 85، اي حاجة ما عدا 82 او 85 ما ينفعش، محتاجين فيه يكون فيه المود equation. طيب ايه لازمة الكراسة يا ميس ماي؟ اقول لك اول حاجة النوتس، الكلاس بتاعك لما ينزل الريكوردينج او الليكتشر بتاعتك هتسمعها، عايز تبوز كل فقرة من الفقرات وتبدأ تنقل النوتس بتاعتك وتاخد نوتس في الكراسة اللي هتذاكر منها واللي مسمية هتفضل طول ما هي ماشية هتقولك في كراستك في النوتس بتاعتك، احنا ماث، الماث ده انت اللي لازم تكتب your own notes فيه. اوكي ومفيش امتحان، مفيش امتحان مش هيبقى included في الكراسة بتاعتي، وthis is my responsibility، هي عمرها ما حصلت ان في سؤال طلع برا الكراسة بتاعتي اللي هي النوتس بتاعتي. اوكي وهتكتب حاجة انت فاهمها، مش حاجة انت ما نقول لك وانت بتقراها مش انت اللي كتبها ولا بخطك، لأ. حلو، او في option تاني ان انا اتفرج على الكلاس كله ال 30 minutes ال 45 minutes بعدين ابقى رجعه وايه اكتب النوتس. طب يا مسمي انا بصراحة مش هكتب وكل ما احب حاجة هبقى ارجع للفيديوز، ده مش هيحصل لان انت نمبر 1 بتسمع الكلام، نمبر 2 انا هعرف وهقفشك وهيبقى الحقيقة مش موقف لطيف ابدا وهتتضايق. اوكي طيب يبقى الكراسة عشان انقل النوتس، الكراسة برضو هحلي فيها الكلاس والكرة مسمي وهحلي فيها الهوم والكرة مسمي. طيب معلش يا مسمي احنا اكيد هنحل في كلاسيفايد بوك وباست بيبرز وكلام من ده. بص حبيبي في الكامبريدج اوكي في الكامبريدج باست بيبرز او كلاسيفايد الكويستشنز بتاعتك لحد قبل 2010 ما كانش فيه spaces in the exam وكان بيتجاوب بره في ورق مسطر زي الدراسات والعربي والتربية الوطنية، فالحقيقة انت لازم تكون بتحل برا في الكوبي بوك، يعني ممكن تبقى الكراسة شرح وراها الكلاس ورك وراها الهوم ورك. حلو
من اول 2010 هتلاقي ايه ان في برضو الناس دي مش حطيتش spaces، بس انت بتلاقي different style of questions. يعني قبل 2010 هتلاقي style، من 2010 هتلاقي style تاني، بس الناس دي برضو ما حطيتش spaces انك تحل فيها زي الO level exam بتاعك. طيب بدأوا من 2017، وده هيبقى متأخر قوي، هقولك لي كلمة متأخر دي تعرف دلوقتي، ان هم يحطوا في 2017 سبيسز متسطره ومكان كافي وبتحل جوه الاكزام مش في ورق تاني وبتدبسه في الورق الاصلي بتاع الاكزام. طيب ليه؟ لو ضربت عينك كده تحت في السلايد بتاعنا ده هتلاقي كلمه فول اكزامز، دي في الفاينل ريفيجن بنحل فول اكزامز على بعضها ستارتنج من سنه 2017. يبقى انا بقى كل البراكتسينج بتاعي اللي من قبل 2010 وبعد 2010 لحد 2017 اللي هو هيبقى قبل 17 لحد 16، الحقيقة ده كله هيبقى محتاج كراسة نكتب فيها. أعتقد دلوقتي عرفت ليه إنك تقريبا هتحتاج كراستين، فعايزين الكراسة الجامبو الفايف سبجكتس أو السكس سبجكتس أتليست للبيور، وواحدة كمان زيها للميكانيكس. طيب يبقى دي هتبقى هيكتب فيها الشرح بتاعي، وانا مش هرجع للفيديوهات عشان ما يصحش اكون برجع للفيديو اقعد اقلب فيه عشان اطلع رول عندي، ده مش اسلوب بروفيشنال ابدا في المذاكره ولا في الديسيبلين اللي انا طالباه منك. يبقى هكتب فيها النوتس، هحل الكلاس ورك فيها بعد ما اسمع مسمية وهي بتحل قدامي في الكلاس ورك، وبعدين هحل فيها الهوم ورك واستنى ازاي هعمل كوركشن للهوم ورك ده واعمل له سكان وسبميت لمسمية لما تطلبه مني. كالكوليتر هيتجاب، يبقى كوبي بوك وكالكوليتر. طيب تعالى بقى نتكلم على ايه الماتيريالز التانية. هيتحط لك دايما الكلاسيفايد بوكلت as a PDF downloadable، عشان لو انت الحقيقة مش في مكان افيربل انك تاخد الهارد كوبيز بتاعتي من المكان السورس اللي انا بطلع منه الهارد كوبيز او ببعتها لك في المكان اللي انت فيه لما تطلبها. طيب هيبقى عندنا اتنين كلاسيفايد بوكلتس، اوكي، واحد بيور واحد ميكانيكس. طيب السنين من 2010 ل 2016 variant 1 and variant 2، حلو، دول اللي انا بحلهم، دول هيبقوا اتنين بوكلتس، دول اللي انا بحلهم دايما هكون بحل قدامك بعد كل تشابتر. عمري ما هجرو ان انا اديك هوم ورك الا ما اكون حل قدامك كلاس ورك على الاقل four questions، ان ما كانش 5 او 6 covering most of the ideas، احطك على التراك وبدايه الطريق انك تعرف تحل لوحدك. Then هديك من نفس الكلاسيفايد ده بقيت الشابتر أو الكي كلها هومورك، وبعدين هينزلك بعدها اللكتشر اللي فيها الكوركشن للهومورك مسألة مسألة. يعني أنا مش عايزك إنك تفتح ماركينج سكيم وتصلح، لأ أنا عايزك حتى لو جايب السؤال صح ومتأكد إنك جايب السؤال صح تقعد تسمع مسمية في الفيديو ده هتقول إيه، إيه التيبس أند تريكس، إيه اللي مسمية عايزة توصلهولي، إيه اللي مسمية عايزة تزودهولي، طب ما يمكن أنا حلل بطريقة وهي هتزودي طريقة أحلى. اوكي، فمفيش حاجه اسمها اصل انا جبت الهومورك كله صح فمش هسمع الليكتشر بتاعه الهومورك، يو يبقى انت كده مش هتجيب ايه، ومفيش حد صعب عليه ان هو يجيب ايه ما دام بيسمع الكلام. ولازم اجيب ايه، وانا لو ما جبتش ايه في الاي اس امال هجيب ايه دي فين؟ اوكي طيب اوكي، يبقى هنحل من 2010 2016 variant 1 and variant 2، اقرب تو variables لافكار بتاعه مصر والميدل ايست وكل الكلام ده قريبه. طب مسمي فاريانت 3، والله يا حبيبي انت لو حليت فاريانت 3 وجايب اسئلتك وعايز تسال احنا تحت امرك، الاسيستنس تحت امرك وانا تحت امرك، وهتعرف كمان شويه هاو تو سكيدجول ا لايف سيشن معايا او مع الاسيستنت تسال فيها كل اللي انت عاوزه. طيب في حاجه اسمها الاكسترا اساينمنت بوك، والنبي صحصح معايا كده عشان ايه تبقى فاهم. يبقى الكلاسيفايد بوكلت اللي من 2010 2016 فاريانت 1 و 2، الاكسترا اساينمنت بوكلت ده بوكلت لما تخلص معايا الكلاس ورك وهوم ورك في الكلاسيفايد بوك هتلاقي الناس الشطوره عايزه تحل زياده، الناس اللي عايزه تجيب جريد عايزه تحل زياده، حبيت تحل هنا اهلا وسهلا، هنقول لك ازاي هتصلح الكلام ده ومنين، هتقوم سائل اصلحه منين وهنقول لك. اوكي، وهتسأل أسئلتك in a live session أو live office hours، أو هتسأله على الassistant when you contact الassistant على contact list اللي هديلك بعد كده. يعني يا مسمية extra assignment booklet ده ملوش فيديوهات هتنزل؟ لا، ملوش lectures هتنزل، لأنه ردي هيبقى عندك lectures كتيرة قوي هنا في الكلاسورك والهومورك من 2010-2016. طب معلش
هو الاكسترا اسايمنت بوكلت اللي انت هتسيبينا نحله احنا مع نفسنا، بس برضو هنيجي نسالك مش مع نفسنا قوي يعني. اوكي، بس انت لو ما حلتوش مش هقدر اجي اقول لك انت ما حلتوش ليه. بس الصراحه ما فيش حد طالب اي اس عايز يجيب جريد محترم ويبقى تمام التمام moving towards الـ A2 اللي هو يبقى full A level إلا ما يحل الـ extra assignment booklet. ده هيبقى من سنة 2002 لـ 2009. أنا عايز أقول لك إنه الـ last years بتاعة 2017 و18 و19 الناس اللي هتحل الـ extra assignment booklet في مسائل متاخدة copy paste برسومات وبالأفكار وبالطرق وبكل حاجة من 2002 لـ 2009، فهما ما يقلوش أهمية عن 2010 2016. اوكي طيب، بعد كده تيجي بقى ايه الفاينل ريفيجن بتاعتنا الفول اكزامز اللي هي من 2017 لحد ما هنقف في السنه اللي احنا فيها وات ايفر بقى السنه دي فين. حلو، كل الكلام ده هينزل لك سوفت كوبي بي دي اف داونلودبل لو انت عاوز. والله يا مسمي بقى انا بصراحه لا غاوي بقى برينتر ولا ورق ولا الجو دوت، انا عايز هارد كوبي. هارد كوبي يعني امسك الورق وكتب بايدي بقى والديزاين والكتاب الملون والكلام الحلو ده. هيبقى عندك كونتاكت ليست، هديها لك ايميل ونمرة الاسيستنت، هتقدر تبعت عليها وتكونتاكت عليها وتقول انا عاوز الهارد كوبي من فضلكو ارينج ابوينتمنت وتبعتولي الحاجات دي على بيتي. اوكي طيب، ايه الحاجة اللي هتبقى delivered through this course ليك؟ اولا explanation videos، الدرس هيتشرح fully باكزامبلز موضحة الدرس اللي احنا بنشرحه برولز بكل حاجة، وده اللي هيكتب في كراستك and this is your notes. بعد كده classified solving videos، لما تلاقي الفيديو نازل اسمه classified solving تعرف ان ده الكلاس ورك. ده مسمي بعد ما شرحت راحت ماسكة بقى المسائل وقعدت توريني وتعلمني وتاخد بإيدي ازاي هحل. الclassified correction video ده اللي هينزل بعد ما تاخد الهومورك وتحاول مع نفسك مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، هينزل correction للكلام ده. اوكي، وبعدين هيبقى عندك الاكسترا assignment booklet واحنا جاهزين نوجهك ازاي تعرف تتعامل معاه عشان الناس اللي عاوزة تجيب جريد عالي وتأتشيف a high A ويبقوا achievers كمان. why not، ايه المشكلة؟ حاجة مش عيب وبتحصل كتير قوي على فكرة، بنشوفها مش حاجة معجزة. وبعدين هيبقى في حل فول اكزامز. طب يا مسمية لما اجي احل الفول اكزامز دي انا هحل الاكزام مع نفسي واصلحه واجي اسال في الواقف معاه؟ لا طبعا، انا مش هبقى مطمنه، قلبي هيبقى واجعني. لازم احل لك الاكزام فول اكزام، يعني لو الاكزام بتاع البيور 10 كويستشنز هيتحلوا 10 كويستشنز ايفن السهل فيها اللي انت مش عاوزه، لانه اكيد انا عاوزه اضيف لك اضافه، عاوزه ميك شور ان انت شفت انا دماغي بحلها ازاي، لان الناس دي في التريننج اللي بنروحه وبنقابلهم وبنشوف هم الاكزامينرز دول بيقولوا لنا التيبس اند تريكس اللي هم عايزين يوصلوها لكم، بيقولوا لنا الكومن ميستيكس اوف ذا ستودنتس الايجيبشن والانديان والمش عارفه مين والمين وكل اللي حصل اول اوفر العالم كله عشان نوصل لكم الكلام ده. هم عشان عايزين يعملوا امبروفمنت للمستوى بتاع الطلبه. اوكي، فلازم احل قدامك الفول اكزام، لازم تتفرج وتشوف هي مس ماي بتحل بنفس طريقتي ولا لا. ما انا ممكن اطلع صح وهي تطلع صح بس الطريقه بتاعتها اسهل او انت اسهل او انا ضفت لك اضافه او نفعت في مساله تانية جت في الامتحان بس ما جتش في الاكزامز، ما تتحلش غير بالطريقه دي، او طريقتك بتنفع في سؤال معين بس في طريقتي بتنفع في كل الاسئله وما بتبص قبل ما بتفكس مني. طيب، وده هيكون معاها الفاينل تريكس والتيبس والاكسبكتد بروبلم ايدياز اللي هي اكسبكتيشنز بتاعت الامتحان، الحاجات بقى المفاجآت اللي بنقولها لك، وان شاء الله تخش تلاقيها في الفاينل اكزام ونبقى معاك لحد ساعتها. طيب قبل ما نقول الليكتشر ابوينتمنتس، هو الكورس هيخلص امتى؟ السيرفيس بتاعنا هيخلص امتى؟ والله المفروض ان السيرفيس بتاعنا يخلص من شهر لحوالي 20 days قبل الإكزام، بس هو مش هيخلص وهنبدأ نعمل ريفيجن. إحنا طول الكورس بنخلص ونحل ونعمل ريفيجن وإكزام، نخلص ونحل ونعمل ريفيجن وإكزام كل 2 chapters. أوكي، وطبعا في الآخر هيبقى عندنا 2 mock exams، واحد في البيور كله واحد في الميكانيكس كله السيلبس، بعد ما نكون عملنا مجموعة من الأسايمنتس كتيرة جدا. كل الكلام ده هيكون متسجل عندنا في فيديوكيشن ومتسجل في الفولدر بتاعك، ومش هيحصل زي الكرايسيس بتاعت 2020 جون 2020
تبقى تايه وعمال بتدور في الشوارع على evidence. once هيطلب لا قدر الله منك أي file evidence من مدرستك أو من whatever اللي هو مسؤول عنك، هتقولي مس ماين عايز الفايل بتاعي، كليك واحدة هيتعمل شير للفايل ده مع مدرستك أو مع الorganization اللي انت تبعها اللي محتاج ليها ايه الافيدنس. احنا هنكولكت الافيدنس والاسايمنتس والشيتس والامتحانات والواجبات وكل حاجة ويكلي، مش هنسيب حاجة في الاخر ونقعد سنة عمالين بنعمل سكان زي المهزلة بتاعت جون 2020. طيب lecture appointments، انا يا مسماي هينزل لي مواعيد lectures ازاي؟ هتفتحي لي كورس كده وانا اخبط راسي في الحيط، ولا هتحطي لي نظام امشي عليه علشان ابقى مسؤول منك في حاجه زي كده؟ تعال اما اقول لك ايه نظام lecture appointments. والله بص، الكورس ده لو بتاخده في نوفمبر لازم الدريبنج بتاع lectures يبقى مختلف عن الريت بتاع جون. يعني لو انا نظامي ان انا بشتغل، انا شخصيا نظامي ان انا بشتغل الاي اس مثلا في جون لازم ينزل من مرتين لثلاثه في الاسبوع. حلو. طيب ده بينكلود شرح وحل وكوركشن اوف هوم ورك. اوكي، شغل بقى، احنا مش بنشرح بس ونحل في الاخر وكلام لهبل، ده لا خالص. اوكي، طيب احنا لازم نتاكد كل تشابتر قبل ما نقفله انك انت جاهز تخش تاني يوم الامتحان. يعني خدت التشابتر وسمعت الكلاس ورك حل وسمعت الكوركشن بتاع الهومورك وحليت هومورك لوحدك مره واتنين واكسترا اساينمنت بوك، حبيبي انت جايز تخش الفاينل اكزام تاني يوم في الشابتر ده، خلاص انت ايه تمام متغلف يعني. اوكي، طيب فيبقى الستايل بقى في نوفمبر مختلف، انا لازم اضاعف. انا كورس كنت باخده في 7-8 شهور، انا باخده كوندنسد في 3 شهور، لانه اتس في نوفمبر، السيشن اسمها نوفمبر بس هي اكتوبر، يعني الإكزامز في الماث بتكون دايماً بدري في أكتوبر لو أنت واخد سيشن أكتوبر نوفمبر، الموضوع غير ماي جون. طيب فخلينا نتكلم، لو إحنا بنتكلم في سيشن نوفمبر، فهاو ماني تايمز بير ويك، أنا بقول لك إن إحنا من 4-5 تايمز بير ويك، وطبعاً ده عادي يا مسماي، أنت بتقولي من 2-3 في جون يبقى لازم يكون من 4-5. هتلاقي دايماً بعملك الدريبنج أوف ذا ليكتشرز، هتنزلك وتتفتح لك day by day according to a schedule هقولك عليه. بس أنا بنزل دايما lectures من الحد للخميس، وبسيبك الويك اند فاضي تلم في نفسك، تخلص المتأخر عليك، تخرج تسافر تلعب، مدام انت بتشتغل day by day ومش مأجل شغلك بتاع كل يوم لليوم اللي بعديه والكلام لهبل ده، ما عندناش حد هيأجل حاجة، دي نصيحة مني ليك. حلو. طيب ده كده how many times per week. طب مس مي يعني انت هتنزليني بقى شغل طحن كل يوم؟ لا بص، انا الفيديو بتاعي من نص ساعه ل 45 دقيقه ماكسيمم 50 دقيقه بيبقى، ما بحبوش يبقى ممل ولا تبقى زهقان ولا طهقان وخلقك ضيق وما عندكش طوله بال او نفسك مش طويل، ومعظمنا عندنا حته النفسنا مش طويل دي. اوكي، طيب فهتلاقيني مثلا منزلك مثلا في اليوم حوالي 2 او 3 فيديوز كل واحد نص ساعه، تسمع الفيديو تاخد بريك، تسمع الفيديو تاخد اللانش بتاعك، تسمع الفيديو تنزل تمرينك، الموضوع يبقى فيه شوية طقطان كده، ما تبقاش مخنوق. أوكي، هتلاقي فيه فيديو شرح نازل وراه ازاي نوريك ازاي تحل، وبعدين عندك هومورك، بعدين تاني يوم تلاقيه أوف تحل الواجب مثلا على يوم أو يومين، تيجي تصلح الهومورك وتاخد شابتر جديد. طبعا ميزة الريكوردد فيديوز ان انت ممكن تسمع الفيديو في أي وقت، يعني الفيديو نزل الساعة 12 بالليل أنا هسمعه تاني يوم الصبح، هسمعه الظهر، هسمعه العصر، هسمعه بالليل، لا قدر الله حصل لي اي emergency، مش بتدلع emergency، وما شفتش lectures يوم الحد، خلاص يوم الاثنين هسترجل كده وانشف وابقى responsible واشوف حاجة الحد والاثنين قبل ما تتكوم علي عشان اسلم الهومورك، عشان ما يتعلمش علي عند مسمي في الفايل والفولدر بتاعي اللي هيتسلم لمدرستي وللبارنت بتاعي. دايما هيبقى فيه، دايما هيكون فيه reports بيني وبين البارنتس والسكول بتاعتك، وانت اصلا مش حاسس ان انت بتسبميت always your homework late، دايما شغلك متأخر، بتفتح الفيديو وتجري فاكر مسمي مش هتعرف، بتفتح الفيديو من اماكن غريبة وبتشير حاجات غريبة مش المفروض تعملها وبتعمل violation على الويب سايت، كل ده بيبان عندنا طبعا. مش عارفة اصلا انا فتحت الفيديو بس ما شفتوش، اصلا انا عملت pause ورحت كلمت واحدة صاحبتي ولا واحد صاحبي وما رجعتش كامل الفيديو. للأسف مسمي بتبقى عارفة كل الكلام ده مفاجأة، فما تحاولش تعمل الكلام الصراحة جميلة. طيب يبقى احنا كده
عرفنا how many times per week ومش هنأجل شغلنا إلا لو في الظروف القصوى. حلو، عشان ما يتحط النش إن إحنا we are late في الشغل بتاعنا. طيب، وطبعا حتة اللي هو طب ما أنا بسلم هو بس بسلم ليه، يبقى إحنا ما استفدناش حاجة، يبقى أنت ما عندكش discipline ولا ملتزم. طيب، لأن لو اتكوم عليك أي حاجة هتحس إن أنت فقد الأمل، ومش عايزين نوصل للحتة بتاعت losing hope دي أبدا. How to manage your time، ده اللي إحنا قلناه دلوقتي، بتاع إن أنا ما أجلش حاجتي أبدا. إيه موضوع الكالندر دي؟ والله دي حاجة أنا مخترعاها كده، إن أنا هنزل لك a 2-week plan calendar. هيكون في بيننا إيميلز، you have to check your mail مرة الصبح ومرة بالليل، لازم لازم. أصلي ما خدتش بالي، أصلي ما بصتش، أصلي نسيت. أنا عندي مشكلة مع الإكسكيوزز، I don't like the people اللي بيدوا دايما إكسكيوزز. اوعى، أول طريق الفشل هو الإكسكيوزز حبيبي. مع الفطار الصبح check your mail، بالليل قبل ما تنام check your mail، أكيد مسمعت أو عتلي حاجة. هتلاقيني every two week مثلا، لو بيبدأ يوم الأحد هتلاقي مثلا على يوم السبت أو الجمعة بعتلك الكالندر بتاعة ال two week plan الجايين. هبقى حطلك فيها يوم الأحد هينزل لك a chapter كذا، يوم الاثنين هينزل لك chapter 1 بس part 2، يوم الثلاث هينزل لك chapter 1 part 3. هتفتح هتلاقي حاجة، اللي تفتح تلاقيه نزل لك ومفتوح لك من اللكتشرز معناها كله يخلص. اصلا انا مسمية منزلي 3 فيديوز، اخلص ايه حبيبي؟ اللي بينزل في اليوم مفتوح لك يبقى ده شغل اليوم كله. ايه ده مسمية النهاردة منزلة 2 فيديوز، يبقى انا شغلي النهاردة عليا ايه؟ 2 فيديوز. والله مسمية منزلة 5 فيديوز، اوعى تتزمر ولا تغضب، تقوم خلص الخمسة فيديوز كده. هي عندها point of view. طب هي شمعنا بتعمل في أيام 5 فيديوز وفي أيام 1 فيديو؟ والله يمكن الخمسة فيديوز دول كلهم الواحد ربع ساعة، ويمكن الواحد فيديو ده ساعة. It depends. دايما stick to the calendar عشان تبقى عارف إيه الحاجة اللي نازلالك، وتبقى عارف دايما بتنزل إزاي. أي حاجة subject to change هتكون مبعوتالك على الإيميل، وهتبقى أنت الخسران لو أنت بصيتش على الإيميل، وهتبقى مش داري بنفسك if you don't check your mail صبح وليل. أوكي؟ أي حاجة تايه فيها هتسألنا دايما عليها وهنرد عليك، ما تقلقش. طيب، teaching assistants، أول ما هتخش في الكورس وتبدأ، أوكي؟ وتشوف الorientation وتعمل enrollment في الكورس، هيجي لك حاجة اسمها الapplication form. الapplication form دي عاملة ازاي؟ هوريها لك كده واشيلها على طول. بص كده، هتلاقي الapplication form ده ظاهر لك في الcourse curriculum for education، اهو اسمه application form. اوكي، هتملى بقى فيه اسمك والفيرست نيم واللاست نيم والسكول والجريد بتاعك، انت جريد 11 ولا 12 ولا ايه، ويور واتساب نمبر والبيرنتس واتساب نمبر. حلو، طيب خلينا نشيل الكلام ده عشان نتكلم معاك. طبعا من الابليكيشن ده اول ما بتعمله وتقوم دايس سبميت، في نفس اللحظه بيجي لي نوتيفيكيشن انت دخلت وعرفتني على نفسك، احط المعلومات دي عندي. بعدها في نفس اليوم او تاني يوم ماكسيمم، واحتمال اصلا بعد 30 دقيقه، هتلاقي الاسيستن بيبعت لك واتساب هيقول لك welcome to education، welcome to your course، انا فلان الفلاني، انا الاسيستن، save the number عشان تتعامل معايا وتكلمني في اي وقت. اوكي، whatever الاسيستن هيبقى متقسم معاك، هيبقى معاك اسيستنز كتير قوي، كلهم شاطرين، كلهم هيهتموا بيك، كلهم هيساعدوك، احنا كلنا هنا ايد واحده عشان نساعدك، ونبقى دايما تحت امرك ان انت تسال في اي وقت لو انت تايه ومحتاج اي مساعده، بس انت شارك معانا بس المساعده اللي انت عاوزها. يبقى هت ask any question anytime على الواتساب بتاع النمرة اللي هتجيلك. طب أنا دخلت عملت خدت الكورس وعملت registration وسقط ونسيت وطنشت كلام مسمي وما سمعتش الorientation وما عملتش الapplication form، أنا معرفتش أن أنت موجود، أنا ساعتها معرفتش أن أنت existing في الحياة، لا هعرف أوصل لك ولا هتعرف توصلني. حلو، extra assignment booklet. حلو، الاكسترا اساينمنت بوكلت دوت لما انت هتحله هتسال التيتشنج اسيستنتس على اي اسئله انت عاوزها، لانه زي ما قلت لك قبل كده مفيش فيديوز هتتسجل كوركشن لده، انت هتحل وتسال اللي انت واقف معاك كله، هنقول لك هتصلحه منين. اي حاجه عايز تعرفها ما تبخلش واسال، واحنا مش هنبخل عليك. اي كويستشنز يو نيد تو بي كلاريفايد ثرو اوت ذا كورس اسال. لو عايز تعمل سكيدولينج، تحدد ميعاد لايف اوفيس اورز او لايف سيشن وذ مي anytime، ابعت للاسيستنت وهيحدد لك الميعاد المناسب ليك وليا، ونتقابل زي ما انت عاوز ويكلي. لاي حاجه انت عاوزها
او اي حاجه انت ما فهمتهاش في الشرح او اي حاجه عايز تفهمها كليرلي وتفهم انا كان قصدي ايه، او اي اسئله عاوز تسمعها مني تاني. وطبعا لو مكسوف مني وعايز اسال اسيستنت ما عنديش اي مشكله، ما تقلقش مفيش حد لا بيفتي عليك ولا اي حاجه، ودايما كل الناس هتبقى بترجع انها تتاكد من المعلومه عشان تقول لك على اي حاجه انت عايز تعرفها انت او يور بيرنت لو في اي حاجه محيرك او يور بيرنت في اي سؤال. الكونتاكت ايميل بتاعي m.ali@veducation.com، ابعت لي في اي وقت عليه، عايز تريزيرف حاجه معينه، عايز تعمل حاجه معينه، وات ايفر اسال عليه. الكونتاكت اسيستنت نمبر مبدئيا لحد ما تعمل الابلكيشن فورم ويجي لك الاسيستنت المتوزع على الجروب اللي انت فيه اللي هتبقى معاه، فدي نمره ممكن تسال فيها على اي حاجه انت عاوزها، ويوجولي واتساب هيترد عليه اسرع بكتير قوي من الكولز. اوكي فاينلي لو حابب تعرف اكتوبر نوفمبر 2020 التايم تيبل، بيبر 1 هيبقى 12 اكتوبر الفاينل اكزام، وبيبر 4 الميكانكس هيبقى 22 اكتوبر الفاينل اكزام. زي ما قلت لك اتس كولد نوفمبر سيشن، بس الامتحان بيكون في اكتوبر وفي ايه في اول وفي الميد بتاع اكتوبر، مش في اخره قوي، حتى مش في اول نوفمبر. واخر حاجه ثانك يو اند جود لوك، وان شاء الله يعني تبقى مبسوط في الكورس كده، وشوفك في الكورس.